السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف السابع، رجعنا لكم طبعاً من جديد بحصة اللي هي الصيغة الأسية والقياسية والصيغة العلمية. رح نفهم ما هي الصيغة القياسية وما هي الصيغة الأسية وما هي الصيغة العلمية، ورح نأخذ مثال على كل من هذه الصيغ الثلاث، وبعديها رح نحل اللي هن تمارين تحقق من فهمي وتمارين الدرس. يعني راح اليوم نخلص هذا الدرس إن شاء الله، وما راح نطلع منه إلا فاهمين الدرس بإذن الله. طبعاً أول شيء درس اللي هو الصيغة الأسية والقياسية والعلمية. أول شيء خلينا نتعرف ما هي الصيغة الأسية. الصيغة الأسية هي كتابة الأعداد، طبعاً كتابة الأعداد باستخدام الأسس بدلاً من الطريقة المتكررة. يعني بدل ما هي الأعداد مفقودة مضروبة ببعض بشكل متكرر، لا أنا بدي أسويها بطريقة الأسس مشان أنا أخفف حالي عملية الكتابة لهذه الأعداد. مثلاً نأخذ مثال، طبعاً المثال الأول، مثلاً المثال الأول 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، هاي الأعداد مضروبة في بعض ومكررة، هاي اسمها الطريقة المتكررة. أنا الآن بدي أحول هاي الأعداد من الطريقة المتكررة إلى طريقة إيش؟ إلى طريقة الأسس. طيب طلع عندي كم عدد هون 5؟ 1 2 3. إذا وتساوي الخمسة هي أساس 5، هذا اسم الأساس، إذا الأساس هو 5. طيب قديش 1 هو 5؟ 1 2 3. إذا 5 أس 3 ضرب، لأن نجي على العدد الثاني، شو العدد الثاني عندي اللي هو 2؟ نفس الشيء الأساس تبعه اللي هو 2، إذا ضرب 2 أس. كم 1 2 عندي هون؟ 3. 1 2 3، إذا 2 أس 3. إذا أنا كتبت هاي بالطريقة الأسية بدل ما هي مكتوبة بالطريقة المتكررة، إذا حولتها من الطريقة المتكررة إلى الطريقة الأسية. إذا هاي هي الصيغة الأسية، هاي هي كتابة الأعداد الصيغة الأسية. نيجي على المثال الثاني، نص ضرب نص ضرب نص ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5، خلينا هون نزيد عدد مشان ما يكون نفس الأولاني، هون ضرب نص وهون ضرب 5. طيب طلع عندي هون المثال الثاني، نص ضرب نص ضرب نص ضرب نص ضرب 5 ضرب 5. الآن بدي أحكي بالطريقة الأسية بنفس الطريقة اللي فوق، الآن باجي على الأساس، الأساس اللي هو نص، العدد نص، إذا وتساوي نص أس. لا باجي كم واحد عندي هنا النص؟ أي واحد 2 3 4، إذا أس 4 ضرب الخمس كمان 1 2، إذا عندي الخمس كمان مكرر مرتين، مكرر مرتين، إذا ضرب 1 على 5، 1 على 5 أس. كم واحد الخمس عندي هنا؟ كم واحد؟ 1 2، إذا أس 2. إذا أنا حولت كمان هذا المثال من الطريقة المتكررة إلى طريقة الأسس، ما علي بس إني أنا أعتمد واحد منهم هو الأساس، واحد من هاي الأرقام المتكررة يكون هو الأساس، وعددهم هو الأس، والعدد تبعهم هو الأس، يعني هذا الأساس اللي هو نص، عددهم 1 2 3 4 بيكون الأس، عددهم اللي هو الأس. نيجي على المثال الأخير، المثال الأخير عندي هون كي ضرب كي ضرب كي ضرب كي 4 مرات، ضرب ان ضرب ان ضرب ان ضرب ان. نيجي على الكي، طبعا هو راح يكون الأساس، نحط الأساس اللي هو كي أس. كم واحد الكي عندي هنا؟ 1 2 3 4، أس 4 ضرب الحرف الثاني اللي هو الان، ضرب ان أس 1 2 3 4، نفس الشيء 4. إذا حولت الآن نفس الشيء، حولت هذا العدد أو المثال من الطريقة المتكررة إلى طريقة إيش؟ إلى طريقة الأسس، 1 2 3 4 أس 4، 1 2 3 4 كمان أس 4. إذا حولت هذا المثال كمان من الطريقة المتكررة إلى طريقة إيش؟ الأسس. إذا هذا هو المقصود بالصيغة الأسية. إذا إجاك سؤال حول الأعداد التالية للصيغة الأسية، بس إنك تطلب الأعداد، بتحول الأعداد من طريقتها المتكررة إلى استخدام إيش؟ استخدام الأسس. طيب نيجي الآن على
النوع الثاني هي الصيغه القياسيه. الصيغه القياسيه هي عكس الصيغه، خلينا نحطه هنا بين قوسين، عكس الصيغه الاسيه، العكس يعني عكسها. بدل ما هي اسس بدي احولها طريقه متكرره، يعني بدي احولها من هون للطريقه هاي بالعكس. يعني مثال عندهم 6 اس 3 ضرب 2 اس 4، شو معنى 6 اس 3؟ يعني 6 ضرب 6 ضرب 6، اذا ما تساوي 6 ضرب 6 ضرب 6، خلص من 6 يعني اجي على 2، شو معنى 2 اس 4؟ يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، اذا ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، حولت الان من الاسس الى الطريقه المتكرره. نفس الشيء هنا المثال الثاني اف وتساوي اف ضرب اف اللي هي كم؟ كم واحد عنده هنا؟ الاس 5، اذا راح اضرب 5 مرات، ضرب اف ضرب اف، اذا ضربت الاف 5 مرات يعني يجي على الام، ضرب الام اللي هي ثنتين عندي، اس 2 يعني ثنتين، اذا ام ضرب اللي هو الام. اذا انا حولت الان من الطريقه طريقه الاسس الى الطريقه المتكرره، يعني وزعت الاعداد حسب عددها اللي هو في قيمه الاس. اذا اف اس 5 يعني 1 2 3 4 5، والام اس 2 يعني ثنتين 1 2، حولتها من الاسس الى الطريقه المتكرره. نفس الشيء 7 اس 6 يعني وتساوي 7 ضرب 7 ضرب 7، هي 1 2 3 ضرب هي 4 وهي 5 وهي 6، خلصت السبعات، نجي الآن على العشرة، العشرة كم وحدة؟ ثلاثة أس 3 يعني 3، إذا ضرب 10 أس 3 أس 10 ضرب 10 ضرب 10، بكون أنا هيك كتبت كمان هاي الأعداد بالصيغة القياسية بدل ما هي مكتوبة بالصيغة الأسية، العكس. إذا بالنسبة للصيغة الأسية والقياسية عكس بعض، إذا قلت أسية بتحوله من متكرر إلى أسس، وإذا قلت بالطريقة القياسية بتحوله من أسس إلى الطريقة المتكررة، العكس بعض يعني. واضح هذا المثال؟ إذا هي ثلاث أمثلة على الطريقة الأسية وهي ثلاث أمثلة على الطريقة القياسية. يظل عندنا الآن ما هي الصيغة العلمية؟ ما هي الصيغة العلمية؟ طبعاً هنا هذا كان سهل جداً وما في يعني شيء صعب واضح كله، لكن الآن بدك تركز معي على الصيغة العلمية، بدنا نركز على الصيغة العلمية. الصيغة العلمية سهل جداً بس إنك تعرف كيف بدي أحرك الفاصلة، بيعتمد على تحريك الفاصلة، يعني قديش منزلة أنا بحرك بعد الفاصلة بدي أحط اللي هو 10 أس. الآن نيجي على مثلاً، أول شيء خلينا نعرف ما هي الصيغة العلمية. الصيغة العلمية هي كتابة الأعداد الكبيرة، راح يكون في عندي أعداد كبيرة، طب أنا بدي أختصر هاي الأعداد الكبيرة، إذا كتابة الأعداد الكبيرة باستخدام المقادير الأسية الذي أساسها العدد 10، إذا راح يكون أساس 10 والأس شو يعتمد الأس؟ راح يعتمد الأس تبع العشرة على قديش أنا أحرك الأرقام بعد الفاصلة، بعد الفاصلة. مثال لو أخذنا مثال مثلا 5 4 5 4 6 2 تساوي، بدك تكتبها بالصيغه ايش؟ العلميه، بدي احرك الفاصله وتساوي 5 طلع 5، هاي فاصله، هاي حطيت فاصله هون، الان 4 بكمل 4 6 2 4 6 2. طيب انا الان لما كتبته باستخدام الفواصل كم منزله صار بعد الفاصله؟ صار عندي ثلاث منازل، اذا ضرب 10 اس 3، اذا الاس بيعتمد على قديش انا خليت بعد الفاصله، قديش حركت بعد الفاصله، المنزله اللي بحركها بعد الفاصله كل منزله بتاخذ اس، يعني 1 2 3، اذا 10 اس 3، اذا بيعتمد على بيعتمد ال 10 بيعتمد الاس تبع ال 10 على عدد المنازل اللي انا حركتها الى يمين الفاصله، الى يمين الفاصله، صار الان هو كسر عشري، الان بدي احط الاسس بيعتمد على المنازل اللي حركتها بعد الفاصله. مثال ثاني،
تسعة سبعة واحد اثنين وهي فاصلة هون. كم منزل أنا خليت بعد الفاصلة؟ ثلاث منازل، أو خلينا نعتبر مثلا هون عشان يكون غير مثل هذا. طيب كم منزل أنا خليت بعد الفاصلة؟ منزلتين، هي العدد نفسه ما اختلف عند العدد هون، بس أنا حطيت بعد الفاصلة كم منزل بعد الفاصلة؟ منزلتين. إذا ضربها 10 أس 2، إذا بعتمد الأس تبع العشرة على قديش أنا حركت بعد الفاصلة، على قديش حركت بعد الفاصلة. إذا كل المنازل اللي بحركها بعد الفاصلة بعدها 1 2 بحط أس 2، 1 2 3 أس 3. إذا بعتمد الأس تبع العشرة على كم منزلة أنا خليت بعد إيش؟ كم منزلة خليت بعد الفاصلة؟ ناخذ مثال ثاني مثلا، 6 3 4 فاصلة عندي هون، 5 6 7، 5 6 7. إذا صار العدد من جديد 3 4 5 6 7، إجت الفاصلة بعد الثلاث. لاحظ عندي كم منزل أنا حطيت بعد الفاصلة؟ هي أربعة بس، انسى هذول ما لهم دخل، لأن شو اللي حركته أنا بعد الفاصلة؟ الأربعة بس. لاحظ شو اللي حركتها؟ الأربعة. إذا كم حركت أنا منزل بعد الفاصلة؟ حركت منزلة واحدة اللي هي أربعة، ما صارت هي، شايف كيف صارت؟ الأربعة صارت بعد الفاصلة، إذا أنا حركت منزلة واحدة فقط. إذا ضرب 10 أس 1، ضرب 10 أس 1. إذا أنا بعتمد الأس زي ما حكيت لك على عدد المنازل اللي بحركها بعد الفاصلة، اللي بعد الفاصلة. نيجي على ناخذ مثال ثاني مثلا. 9 5 صفر 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 صفر. لاحظ هذا راح ياخذ صيغتين، راح ياخذ طريقتين. هذا راح ياخذ صورتين، الصورة الأولى وتساوي. إما أحكي 9 فاصلة 5 صفر صفر صفر، 1 2 3 4 5. طيب كم منزل بعد الفاصلة أنا خليت؟ عندي لا هو كان مو فاصلة، كم منزل بعد الفاصلة؟ 1 2 3 4 5. إذا ضرب، خلينا نخففها شوي، وتساوي 9 5 1 2 3 4 5. وهي الآن هو صار اللي هو الفاصلة اللي بعد التسعة. لاحظها وين الفاصلة اجت؟ بعد التسعة. كم منزلة صار بعد الفاصلة؟ 1 2 3 4 5 6. إذا ضرب 10 أس 6، ضرب 10 أس 6. إذا زي ما حكينا الأس تبع العشرة بيعتمد على المنازل اللي أنا بدي أخليها بعد الفاصلة أو بدي أحركها بعد الفاصلة. هون حركت 1 2 3 4 5 6 لأن الستة هون، وهون أنا حركت منزلة واحدة بس، هون صارت الأربعة بعد الفاصلة، منزلة واحدة حركت، حركت منزلة واحدة. بما إني حركت منزلة راح تاخذ 10 أس 1. إذا حركت منزلتين 10 أس 2، إذا حركت ثلاث منازل 10 أس 3. عدد المنازل اللي بحركها بحط أنا الأس فوق 10. هاي بستطيع أنا أكتبها بطريقة ثانية، لأن أصفار هاي بستطيع إني أختصرها كمان، وتساوي 9 ونص بدون الأصفار ضرب 10 أس 6، ضرب 10 أس 6. يعني لو ما حطيت الأصفار أو حطيت الأصفار نفس الحل، الحل نفس الشيء. إذا الجوابين صحيحان، إذا حطيت الأصفار صحيح، وإذا جبت الأصفار صحيح. أهم شيء أنا إني بعد الفاصلة كم منزل عندي؟ 1 2 3 4 5 6 بتكون على حركتين أس 6، أس 6. ليش؟ لأن لما بدي أرجعها للأصفار بدي أرجع بعدد المنازل هذه، برجع معها إيش؟ الأصفار. إذا هون جائز إنك تحط الأصفار وجائز إنك ما تحط الأصفار، والأس نفس الأس، الأس هو نفس الأس. ناخذ المثال الأخير عليه كمان. 8 5 3 تساوي فاصلة بعد 8 5 3 ضرب 10 أس. كم منزلة أنا حركت بعد الفاصلة؟ هي منزلتين، 1 2 كان هنا ما فيش فاصلة، أي 1 2 بعد الفاصلة. إذا حركت أنا منزلتين، إذا ضرب 10 أس 2. إذا بيعتمد في الصيغة العلمية على قديش أنا حرك بعد الفاصلة. إذا هون طلع عندي هون بعد الفاصلة 1 2 3، أي ثلاث منازل وخليتها بعد الفاصلة، إذا 10 أس 3. هون نفس الشيء، حركت كم منزلة؟ هي حركت منزلتين بس، الواحد واثنين صار بعد الفاصلة، أي 1
واثنين بعد الفاصلة، هذا ثلاث منازل أظن. إذا بعتمد إذا على المنازل اللي بحرك أنا بعد الفاصلة. حركت أنا ثلاث منازل إلى العشرة والثلاثة، حركت منزلتين إلى العشرة والاثنين، حركتهم منزلة واحدة أخرى. هاي الأربعة تحركت هون، صار عندي منزلة واحدة. ليش حركت أنا منزلة؟ بس الأربعة أنا قلتها بعد الفاصلة. إذا 10 أس 1 هون 9 5 1 2 3 4 5 حطيت الفاصلة بعد التسعة، كم ضل بعد الفاصلة؟ 1 2 3 4 5 إذا 10 أس 6. وقلت لك نفس الطريقة ممكن إنك تخلي الأصفار أو ما تخلي الأصفار، هو نفس الجواب، هو نفس الجواب. نيجي على آخر شيء اللي هو 853. هون حركت الفاصلة أنا منزلتين بعد الفاصلة، خليت الفاصلة وخليت وراها منزلتين. إذا ضرب 10 أس 2، ضرب 10 أس 2. خلينا نجي على السريع، هون عندي الطريقة الأسية. إذا الطريقة الأسية أو الصيغة الأسية هي كتابة الأعداد باستخدام الأسس بدلا من الطريقة المتكررة، بدلا من الطريقة المتكررة. هون 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 وتساوي عندي هون ثلاث خمسات هاي، وهون عندي ثلاث اثنينات. إذا 5 أس 3 ضرب 2 أس 3 نفس الشيء، هون نص ضرب نص ضرب نص ضرب نص ضرب 5 ضرب 5 4 انصاف، وعندي هون 5 2. إذا نص أس 4 بعدد النص اللي عندي هون 1 2 3 4 وال 5 2، إذا 5 أس 2 نفس الشيء هون ك ضرب ك ضرب ك ضرب ك ضرب ان ضرب ان ان ان. كم واحد عنده هون ك؟ 1 2 3 4، اذا ك اس 4 والان اللي هي كمان 4 والان اس 4. اذا بكون انا هيك حولته من الطريقه المتكرره الى الصيغه الاسيه. نفس الشيء هنا بالعكس، من الصيغه الاسيه للطريقه المتكرره 6 اس 3 ثلاث مرات، و2 اس 4 اربع مرات، الاف اس 5 يعني اف 5 مرات، ضرب الام مرتين، وال7 اس 6 ضرب 10 اس 3 7 اللي هي 6 مرات، وال10 3 مرات. اذا حولتها انا هنا من الطريقه القياسيه اما انا الصيغه الاسيه الى الطريقه القياسيه. اذا لاحظ انه الصيغه القياسيه والاسيه عكس بعض، الصيغه الاسيه والقياسيه عكس بعض، واحده بطريقه الاسس اللي هي الاسيه، واحده بالطريقه المتكرره اللي هي القياسيه. اذا القياسيه كتابه العدد بالطريقه المتكرره بدلا من الاسس. نيجي الان على الصيغه العلميه، الصيغه العلميه كتابه الاعداد الكبيره باستخدام المقادير الاسيه التي اساسها 10، وهذا يعتمد على عدد المنازل اللي بحركها بعد الفاصله. شو حرك انا بعد الفاصله؟ بحط 10 اس، حركت منزله بحط 10 اس 1، حركت منزلتين بحط 10 اس 2، حركت اربع منازل بحط 10 اس 4. لاحظ هنا كم حركنا بعد الفاصله؟ 1 2 3 اذا 10 اس 3. كم حركنا بعد الفاصله؟ هي الفاصله كم حركت صار فيها؟ 2، لانه 1 2 اذا 10 اس 2. هون شو حركت انا بعد الفاصله؟ بس الاربعه هذول من اصل كانوا بعد الفاصله، ما اللي اخذت فيهم اللي بعد الفاصله اصلا، ما اللي اخذت فيهم. انا بيهمني اللي حركته بعد الفاصله، اللي حركته بعد الفاصله. شو حركت انا بعد الفاصله هنا؟ اربعه. اذا شو حركت؟ منزله واحده، اذا 10 اس 1. نفس الشيء هنا 9 5 1 2 3 4 5 اصفار، حطيت الفاصله بعد التسعه، اذا شو خليت انا بعد الفاصله؟ 1 2 3 4 5 6 اذا 10 اس 6. نفس الشيء هنا 8 5 3. شو خليت بعد الفاصلة؟ منزلتين، 5 و 3، إذا منزلتين، إذا ضرب 10 أس 2. وقلت لك هون اللي هي الأصفار، بتقدر أنت تخلي الأصفار وبتقدر تجيب الأصفار، الجوابين صحيحان، الجوابين صحيحان 100%، وبكون هيك شرحنا درس الصيغة الأسية والقياسية والعلمية، وبكون أخذنا عليها أمثلة، وأي سؤال بإمكانك الاتصال والاستفسار عن شيء إذا ما كان